السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم ومهم بزاف. هذا الموضوع هو الكوكو. مزيان هاد الكوكو طادي، ما كايناش شي مرا ولا شي كوزينه اليوم ما فيهاش الكوكو. كنا عندنا الكوكو، العيالات تقريبا كاملين كيطيبوا بالكوكو، واغلبيه الرجاله شراو الكوكو او ربما حتى هما كاين اللي كيطيب بالكوكو. عندنا واحد القصه كتوقع لينا مع هذا الكوكو، قصة خطيرة وخايبة بزاف. شنو هي القصة؟ شحال من مرأة وشحال من راجل كان كيطيب بهاد الكوكو، و الله يستر واحد لقيتها تفرقعات، او يعني خرج منها واحد كيما نقولوا حنا شي حاجة سخونة بزاف، بحال العداس بحال اللوبيا، وزيد وزيد. القصة عادية وطبيعية، علاش كيوقع هاد الانفجار هذا في الكوكو فاش كتكون طيب؟ فالكوكو هذه ماشي بحالها بحال الاواني الاخرى اللي كنعرفوا، فهي كيوقع الداخل ديالها ملي كتكون تحت العافيه كيوقع واحد الضغط، وملي كيوصل الضغط لواحد المستوى معين او واحد الجهد كبير كتبدا واحد الصفاره الدور هذه كتبدا الدور. ولكن شي مرات اللي كنا كنطيبوا في العدس ولا في اللوبيا ولا شي حاجه بحال هذا الشكل، فبعض المرات مع ذاك الضغط ولا لا بريسيون الضغط، فبعض المرات كيطير شي عدسه ولا شي جهد ولا شي جوج عدسات وكيسدوا لينا هاد الثقبه هذه، وكتبقى الكوكو تزير تزير الله يستر. وملي المراه كتجي تبغي تفتحها ولا بلا ما تفتحها الراس الكوكو كتفرقع، واذا كانت حداها السيده ولا الراجل ولا شي حاجه الله يستر كطير لي على وجهه. وشحال من مرأة وشحال من راجل يعني هاد الكوكو الله يستر تسبات لي في تشوه في الوجه، يعني خسرات لي وجهه، وقعت لي شي حادثه ربما في عيني الله يستر، او تحرق لي وجهه. ولكن شحال من مره ما كنسولوش راسنا علاش هادشي كيوقع. هو شرحناها دابا، لان بعض المرات مع داك الضغط كتطلع شي حاجه لهاد الثقبه اللي كتنفس منها الكوكوط وكتسدها، ما كتخليش هذاك الضغط يبقى يخرج. علاش؟ لان ملي كتسد هذه كيوقع هذاك المشكل. ولكن لاحظوا معايا هنايا، هذه شنو دير؟ اشنو الدور ديال هذه؟ كاع الكوكوطات كاملين كنلقاو هاد الصفاره اللي كتكون الدور تصفر، وكنلقاو هذه. هذا شنو الدور ديالو؟ هذا صمام امان تيديروه الناس اللي كيصاوبوا هاد الكوكوط باش الا وقعوا بحال هاد الحالات تنفس الكوكوط من هنا. يعني الا تسدات هاد الثقبه هذه اللي كتصفر بالعدس ولا باللوبيا تفتح الثقبه الاخرى ملي غيوصل الضغط لواحد المستوى معين، يعني هذه غتفتح. واش متفاهمنا؟ هذا انا غنوضح لكم باش نفهموا مزيان. ها مزيان، هادي علاش داروها الناس اللي صاوبوا الكوكو؟ لان منها كيتنفس، يعني كاين واحد الرسول هنا ملي كيوصل الضغط لواحد المستوى معين عوض فاش تنفجر الكوكو الله يستر تحرك شي واحد ولا تادي شي واحد، هذا الرسول كيتضغط وكيولي هو كيخدم بحال هاد الصفاره هادي، يعني صمام امان بحال هذا كيخدم كيعتق كيعتق وما كيخليش الكوكوط تزير بزاف. هذا اش كيوقع ليه؟ بزاف تاع العيالات ما كيعرفوش الدور ديالو وكيخليه يتوسخ. ملي كيتوسخ كل مره ليدام ليدام او الوسخ كيبقى لاصق فيه، ما كيبقاش تادي الدور ديالها. تفهمنا؟ اذا كنوصيو العيالات واي واحد كيطيب بالكوكوط، هذا راه فيه واحد الرسول ديما يحلو ويغسلو ويردو ويتاكد منه انه خدام. كيفاش يتاكد منه؟ وانه يبرك عليه بحال ما هكا. الا هو كيتبرك يعني راه خدام. كيفاش كيتبرك؟ هو ملي كيوصل الضغط لواحد المستوى معين كيتبرك وكيخرج الهواء، وهذا الشيء كامل باش الكوكوط الله يستر ما تفرقعش كما كنقولوا، او دير واحد الانفجار اللي ادى الى اصابات خطيره بزاف بزاف. فكنوصيكم الله يجازيكم بخير ديما نقيو هاد الصمام، هذا صمام الامان او هاد السيكيريتي هذا كما كنقولوا حنا، ديما نقيوه ونردوا معاه البال وننظفوه مزيان ونشوفوا واش خدام. السلام عليكم.